أيها السادة المشاهدون، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قضية للحوار. أعزائي المشاهدين، إن اللغة العربية تعتبر أول لغة مكتوبة عرفتها الأمم الإفريقية جنوب الصحراء، وكانت هي لغة الممالك التشادية القديمة لقرون طويلة، فهي لغة الإدارة والقضاء والمراسلات والمعاملات. وبعد استقلال جمهورية تشاد جاءت الدساتير المتعاقبة تنص على أن تشاد دولة ذات لغتين، الفرنسية والعربية. وإن دستور البلاد الحالي الذي صدر يوم 31 مارس عام 1996 ينص صراحة في المادة التاسعة منه أن اللغة الفرنسية والعربية لغتان رسميتان لجمهورية تشاد. أعزائي المشاهدين، يدور موضوع هذه الحلقة حول الثنائية اللغوية في تشاد بين الدستور والواقع، ولكن قبل كل شيء اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريمين، وهما الأستاذ عبد الله مصطفى أحمد. أستاذ أهلا وسهلا بك في هذه الحلقة. السلام ورحمة الله وبركاته. كما أرحب بضيفي الثاني وهو الأستاذ حسب الله مهدي فضله. أهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا بكما. أستاذ عبد الله، لو بدأنا معك هذه الحلقة، شهدت البلاد مؤخرا ندوات ومؤتمرات وسيمينارات كلها تصب في دعم اللغة العربية أو دعم الثنائية اللغوية في تشاد. ومؤخرا الاتحاد العام لدعم مؤسسة اللغة العربية أيضا نظم أسبوعا وطنيا لدعم الثنائية اللغوية، وحضرتك كنت حاضر في الافتتاح وكنت حاضر في الختام. فنريد أن نعرف ما هو تقييمك العام للمؤتمر أو الأسبوع الوطني للغة العربية من حيث المشاركة ومن حيث النتائج التي خرج بها. أنا كمراقب للساحة الاجتماعية والثقافية الوطنية فأستطيع أن أقول شيئا حول هذه التظاهرة التي كنا نتابعها عبر الأثير، كما كنا نشر بعض فعالياتها. فرأينا أولا أن كان لها وقع، وهذا الوقع شديد كون أن هذه التظاهرة جاءت فريدة من نوعها، لأنها بكر حقيقة، وجاءت تذكرنا أن هناك شيئا حدث في التاريخ، وهو اعتماد يوم للغة العربية، وهو يوم 18 من ديسمبر، وذلك طبعا تم في عام 73 و900 و1000. فهذا التاريخ موجود، ولكن كثير من الناس لا يعلمون يعني لا يعلمون به، لا يعلمون لا يعلمون. فوضحت لنا هذه التظاهرة وقع أهمية هذه اللغة في نفوسنا. طبعا نحن يعني نعمل باللغة العربية، لكن الخلفية عنها ضئيلة، خاصة في على الصعيد الدولي. وهذا طبعا أمر جليل، لأن ذكرنا أن هذه اللغة كانت لها أهمية، حيث اليونسكو خصصت لها يوما، وهو يوم 18 من كل عام كيوم اللغة العربية. هذا شيء. الشيء الثاني الذي أريد أن أقوله هو أن التظاهرة هذه طبعا نظمت فيها فعاليات كثيرة. هناك ليالي، هناك أمسيات شعرية. طبعا أنت تعرف أن الشعر قديم جدا في تشاد، و تاريخه طبعا يعني يمتد الى القرون المتاخره. طبعا نعرف ان اول شاديين عرف بالشعر كان في القرن الثالث عشر، في القرن الثالث عشر، هو ابراهيم الكنمي. وطبعا شق وثوت ضع صيته في العالم العربي، وطبعا هم الذين شهدوا على ذلك، اما نحن فلم نكن موجودين يومئذ. طيب، اذا هذه الأمسيات الشعرية طبعا جمعت حافلة الشعر الشادي العربي الشادي، واحتكت المواهب، وعل هناك
عملا جديدا قد جاء به في هذه الابيات، وذلك يثري مكتبتنا الشعريه او الادبيه بصفه عامه. هذا امر جليل. ثم الشيء الثاني هو ان قد نظمت في خلال هذا الاسبوع مسابقات بين طلاب المدارس الثانويه، وانت شهدت كيف كان انفعالهم يومئذ. كانت القاعه مكظه، وهذا الحشد الكبير دليل على اهتمام هؤلاء الشباب بمثل هذه التظاهرة التي خصصت لهم هذه الأيام للمنافسة بينهم، لأنهم لم يعيشوا مثل هذه الأحوال في السابق. وهذا طبعا أمر يحمد له ويكتب في حساب منظمي هذه التظاهرة، هذا الأسبوع الوطني للغة العربية في جاد. كما أن هناك موضوعات قد تمت مناقشتها حول النظام التربوي التشادي الذي يعتبر موضوع الساحة في الآونة الأخيرة في البلاد، لأنك تابعت مثلنا انتكاسة نتائج الشهادة الثانوية، وكذلك ضعف المستوى في جميع المراحل التعليمية من الابتدائية إلى العليا وما إلى ذلك. كل هذه الأمور طبعا تم تناولها خلال هذا الأسبوع الوطني للغة العربية، وهذا أمر جليل يعني. هذا تنبيه للرعي الوطني العام أن هناك شيئا، وهذا شيء جدير بأن يعني يؤخذ في الحسبان. والمسؤولون عن قطاع التعليم بصفة عامة يعني مدعوون للقيام بتغيير هذه الأوجه التي يعني تبدو غير لائقة ليتحسن الوضع في النظام التربوي. هذا رأيك؟ لا جميل جدا يعني. هي بصفة عامة على حسب وصف كونه المواضيع التي نوقشت والمشاركات كلها جديرة بالإشادة. يعني تقييمك العام يدل على أنك راضي بما جرى خلال أسبوع كامل. عجب. جميل. عجب. جميل. جميل. أستاذ، بصفتك رئيس الاتحاد العام لدعم مؤسسات اللغة العربية، قبل ذلك نظمتم تظاهرات، لكن التظاهرة التي كانت بالأمس لها واقع خاص، فما هو الهدف من هذه التظاهرة، أو فما هو الهدف من تنظيمكم لهذا الأسبوع الوطني للغة للثنائية اللغوية في صحة التعليم؟ تابع. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أشكر أولا الإخوة في الإذاعة أو في التلفزيون الوطني التالي والأخ مقدم برنامج قضية للحوار على تخصيص هذه الحلقة لمناقشة هذه القضية الحيوية التي تهم كل مواطن تشادي. بالنسبة للأسبوع الوطني للغة العربية، هو جاء بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية. وهذا اليوم طبعا اعتمدته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو، واعتمدته الأمم المتحدة أيضا من خلال إدارتها الإعلامية للعناية باللغات الرسمية الستة في الأمم المتحدة. لأن معروف أن الأمم المتحدة لها ست لغات رسمية ومن بينها اللغة العربية، فخصصت هذا اليوم لإبراز العناية بهذه اللغة واهتمام بها وإحياء دورها، خاصة أن الأمم المتحدة تعتبر أن اللغة العربية هي ثاني لغتين، أقدم لغتين تحتفظان بالتراث الإنساني حتى الآن، هما اللغة العربية واللغة الصينية. طبعا كل اللغات الأخرى نشأت فيما بعد أو هكذا. هذا الأسبوع أقمناه لأهداف. من أهم هذه الأهداف يعني الاستفادة من هذا الزخم الكبير الذي يحدثه اليوم العالمي للغة العربية لإبراز قضايانا المحلية. لأن دائما الأيام العالمية تخصصها الأمم المتحدة لمناقشة قضايا معينة، وعلى كل دولة أن تهتم بهذا الجانب لتبرز قضاياها فيما يتعلق بهذه النقطة. يعني مثلا يقول لك اليوم العالمي للهجرة، اليوم العالمي للكتاب، اليوم العالمي للطفل، اليوم العالمي للمرأة. هذه كلها الأمم المتحدة تعملها كمناشط عالمي، مناسبة عالمية، لكن الدولة في حد ذاتها تحاول أن تستفيد منها لمعالجة قضاياها الداخلية. إذن نحن استفدنا من هذا الجانب.
لإبراز قضية اللغة العربية والواقع الذي تعيشه والتحديات التي تواجهها ويواجهها مثقفو اللغة العربية بصفة عامة. خصصنا هذا العام بالذات أن المحور الرئيسي للنقاش يدور حول مشكلات النظام التعليمي في تشاد. طبعا في كل سنة قلنا أن قضايانا كثيرة جدا طبعا بالنسبة للغة العربية في الإدارة، في الإعلام، في جوانب حتى المثقفين باللغة العربية أنفسهم الارتقاء بهم من ناحية مهنية، من ناحية تأهيلية وهكذا. لكن قلنا أن هذا العام نخصصه لمناقشة قضايا النظام التعليمي في تشاد ومشكلاته. طبعا هذا من ناحية دراسة للواقع، أن واقعنا الآن بالذات يتطلب الاهتمام بالنظام التعليمي، لأننا نلاحظ أن هناك تدني كبير للمستوى التعليمي لدى الطلاب، وخاصة من نتائج الشهادة الثانوية وغيرها. إذا لابد أن نناقش هذا الجانب ولا نختص فقط للغة العربية، نحن أعلننا أن المجال مفتوح لمناقشة قضايا النظام التعليمي بالعربية والفرنسية برمته. أيضا يتزامن هذا مع إعلان فخامة رئيس الجمهورية لنهضة المدرسة التشادية، وهذا أيضا من المحاور التي طرحت للباحثين أن يتناولوها في دراساتهم وأبحاثهم. هل نحن جاهزون للاستجابة لهذه المبادرة العظيمة، مناقشة موضوع نهضة المدرسة التشادية؟ ما هي الوسائل التي يتطلبها هذا الأمر، وما هي التحديات التي تقف في طريقها؟ إذن هذا أيضا من الجوانب التي اهتم بها هذا الجانب. كذلك مشاركة الفئات المهتمة باللغة العربية، وجهنا النداء لكل الجمعيات والمؤسسات لتشارك في هذه التظاهرة بحسب ما تستطيع، لأن هناك مؤسسات تعليمية تشارك، وهناك جمعيات ثقافية، جمعيات مدنية، كل واحدة لها دور معين تستطيع أن تؤديه. فبالتالي يعني هذا كان أبرز نوع من الوحدة والتفاعل بين مكونات المجتمع التشادي المهتم بقضية اللغة العربية. إذن هذا أيضا من الجوانب التي ناقشناها. وبصفة عامة ممكن نلخص أن الهدف الرئيسي هو تقييم مسيرة اللغة العربية في تشاد والتحديات التي تواجهها ومناقشة نظامها التعليمي الذي تدرس به في هذه البلاد. وخلال أسبوع المواضيع التي نوقشت والناس الذين شاركوا في هذه التظاهر، هل أنتم راضون بالنتائج التي خرجتم بها؟ بالتأكيد ليس هناك برنامج ينفذ بصورة كاملة 100% مهما كانت الإمكانات. لكن لو جئنا وقارنا هذه النتائج التي خرجنا بها وقارناها بالإمكانات المتاحة والتحديات وغير ذلك، كونها أول مرة تحدث في هذه البلاد، إذن نعتبر أن النتائج إيجابية جدا ونحن راضون عنها. فقط الذي نرجو هو تحويل هذه النتائج والتوصيات التي خرجنا بها من هذه الندوات إلى أفعال. جميل. جميل. أستاذ عبد الله، هل تطبيق الثنائية اللغوية في تشاد بات أمرا مسلما به، أم هو مجرد مؤتمرات وندوات لتهيج عواطف الدارسين بالعربية؟ سؤال وجيه. قضية الثنائية اللغوية أساسا يعني جاء ذكرها بعد خاصة في النظام التربوي، يعني النظام التربوي جاء ذكرها منذ عام 95 و900 و1000 بالمرسوم الرئاسي رقم 71 الذي صدر في فبراير من تلك السنة. فنص هذا المرسوم أن الثنائية تطبق في كل المراحل، خاصة المرحلة الابتدائية والثانوية. وكون أنها أن هذا المرسوم موجود ولما يتم إلغاؤه فذا دليل على أن الأمر قائم، لأن القرارات الدولية الحكومية إذا ما صدرت وإن لم يتم تنفيذها فإن الأمر يكون قائما ما لم يصدر نص آخر يلغي النص السابق. ذلك دليل على أننا نعتقد أن الأمر قائم
والذي يدفعنا أو يشجعنا أكثر وطبعا التعليمات التي صدرت مؤخرا للوزارات المكلفة بالتربية الوطنية، يعني وزارة التعليم الأساسي ووزارة التعليم الثانوي، بأن أن تشرع هاتان الوزارتان في تطبيق الثنائية اللغوية. أما عن التعليم العالي فهذا شيء لعلي أتطرق إليه في خلال هذه الجلسة، لكن نحن نؤمن أن الثنائية اللغوية ليست حديثا يعني يثري فقط الساحة السياسية أو الانتخابية، وإنما هو أمر قائم وإن لم يتم تنفيذه لأنه يحتاج إلى يعني برمجة وما إلى ذلك. يعني بمعنى الثنائية اللغوية أصبحت أمرا واقعا ومسلما به، والآن الدولة تسعى في تنفيذها على أرض الواقع، وهذا ما أكدته سيادتك. بالنسبة في كلمتك التي قلتها في المؤتمر أو مؤتمر اللغة العربية أو الأسبوع الوطني للغة العربية، قلت في كلمتك يوم الافتتاح إن تشاد لن تكون ثنائية اللغة ما لم يكن نظامها التعليمي قائما على الثنائية. أجل هذا كلام طبعا أنا أعني ما أقول، لأن الأمور كلها تنطلق منذ النظام التربوي. الثنائية لا يمكن يعني فرضها بمرسوم وتطبيقها مباشرة على جميع القطاعات الوزارية، وإنما تبدأ على المرحلة التعليمية منذ بداية منذ الروضة إلى المرحلة الثانوية، وعندما يكون هناك طبعا تعليم عال فإنه يكون قد وفد إليه أناس كونوا في اللغتين. فذلك يعني أن النظام التربوي هو الذي معني بتطبيق هذه الثنائية اللغوية. فلذلك رأيت كل الأوامر التي صدرت أخيرا أن يشرع في تطبيق الثنائية اللغوية منذ مرحلة الأساس وعلى جميع المدارس في مرحلة الأساس. نعم. وهذا يتطلب خطة مدروسة. جميل. أنت تعرف كم كان أساتذة المعلمون باللغة العربية حاليا. نعم. إذا أخذنا مرحلة الأساس. نعم. ما يعرف بالابتدائية. نعم. فلو أننا أخذنا عدد مدرسي اللغة العربية لننشرهم في المدارس. نعم. الفرانكوفونية، لا نقول الفرنسية، نحن نعني اللغة، لا نقول الفرانكوفونية، فإن نصيب كل مدرسة من عدد الأساتذة الموجودين، يعني أساتذة اللغة العربية، يعني نصيب كل مدرسة هو 3 أساتذة. 3 فقط. أجل. نعم. والمدرسة تعلم أن لها يعني مرحلتين صباحية ومسائية، وكل مرحلة طبعا من الابتدائية يعني من أولى إلى الصف السادس الابتدائي، وكل ذلك نصيب كل مدرسة 3 أساتذة. فكيف يتم تطبيق الثنائية مع شح في أساتذة اللغة العربية؟ بالنسبة للتوصيات التي خرج بها هذا الأسبوع الوطني، جاء فيها تكوين مجلس أعلى للتعليم على غرار المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للإعلام، بحيث يعنى بحل مشاكل التعليم أولا بأول. أليس هناك كل وزارة من وزارات التعليم لها مجلس يعنى بشؤون التعليم؟ سؤال. نعم. مهم جدا. نعم. فإن يعني تأسيس مجلس عال للتعليم طبعا أمر نص عليه القانون 16. نعم. القاضي بالتوجيه النظام التربوي الشادي أظن في المادة 123. نعم. فجاء تأسيس المجلس الأعلى للتربية. المجلس كذلك الأعلى كان للتربية. يسمى. نعم. المجلس الأعلى للتربية. نعم. والمجلس الأعلى للتربية يعني يرأسه رئيس الوزراء. نعم. نعم. والآن طبعا هو لما توضع نصوصه التسييرية، لكن طبعا نحن شرعنا في هذا الموضوع بالذات في المجلس الأعلى للتربية. وطبعا يعني نحن حملنا المشروع إلى
الأمانة الوزارة، وزارة أمان الأمانة العامة للحكومة. وانتظر يعني إصدار المرسوم، طبعا المرسوم الرئاسي. لكن حسب ما سمعت مثلا في التوصيات، إنشاء مجلس أعلى للجامعات والمعاهد. طبعا الجامعات والمعاهد هذه طبعا قطاع ضيق، وأما المجلس الأعلى للتربية فإنه مجلس يغطي كل شركاء التربية، بين شركاء التربية القطاعات الثلاثة، الأساس والثانوي والعالي، بالإضافة إلى الثقافة والرياضة وما إلى ذلك طبعا، والعمل الاجتماعي، كل هذا طبعا يسمى شركاء النظام التربوي. مجلس واحد يسمى المجلس الأعلى للتربية. المجلس الأعلى للتربية. كل من يعني لهم يد في التربية هم أعضاء في هذا المجلس. لكن المجلس هذا لم يولد بعد. لما يولد. ولد لكن نصوصه التسريعية لما ترضوا. وقدمنا المشروع ونحن ننتظر طبعا التوقيع رئيس الجمهورية على هذا المرسوم، لأنه مرسوم ثم تصحبه القرارات التطبيقية لهذا المرسوم. جميل. أما على مستوى الجامعات فأريد أن أقول إن الجامعات هي أساسا تتلقى ما كان قد زرع في المراحل السابقة. المرحلة الابتدائية تعد الطلاب أو الناشئة لتعلم اللغتين، والمرحلة الثانوية طبعا هي مرحلة التطبيق هذه الثنائية بالتعليم باللغة العربية في مواد وباللغة الفرنسية على حسب ما ورد في المادة في المرسوم 71. جميل. أما التعليم العالي ففي كل دول العالم فإنه كمالي. المدرس يجي ويدرس في اللغة التي يريد. أو اللغة التي يتعلم فيها إن لم يكن ثنائي اللغة ونفسه. والطلاب طبعا كانوا معدين. جاهزين. كانوا معدين جاهزين يفقهون اللغتين. المغربي كما يعني تسمع مثلا في الكاميرون طبعا هناك ثنائية انجلي فرنسي، الانجليزيه الفرنسيه، ويجي الاستاذ ويلقي محاضرته بكلتا اللغتين. يعني المحاضر يدخل الجامعه ويلقي المحاضره سواء باللغه الانجليزيه او باللغه الفرنسيه حسب اللغه التي يريدها هو. هذا ما كان يتم. نعم جميل. ولكن مع ذلك طبعا نحن كنا نحث زملائنا المعلمين ان يتعلموا اللغه العربيه خاصه الفرانكوفون. والإخواننا العربوفون طبعا كلمة اضطررنا أن نستعملها كذلك. إخواننا العربوفون يعني نحن نحثهم أن يتعلموا اللغة الفرنسية. وتعليم اللغات طبعا ثروة أولا. إنها ثروة علمية أن تتعلم ما لم تكن تعلمه من قبل في اللغة الأولى. ثروة اقتصادية لأنك يمكنك أن تعمل في اللغة التي تعلمتها جديدا على وهي من يعني تعمل بها ما جاء في تخصصك، ممكن أن تدرس في اللغة الثانية. وثروة يعني ثقافية لأنك تدخل بيئة لم تكن بيئتك الثقافية فتكسب الكثير الكثير. هذا في التعليم العالي. جميل جميل. في ورقتك يوم الختام قلت إن اللغة العربية تشكل الشق الآخر للثنائية اللغوية في التشكيلة المؤسسية لبلدنا، وأضفت في كلامك فإن تطويرها بات مطلبا في سياق تنفيذ الثنائية اللغوية، فكيف يمكن تطويرها برأيك؟ طيب أولا عندك أنت ذكرت آنفا أن هناك مركزا وطنيا للمناهج كان يعد المناهج باللغة العربية، فهذا أمر جيد، يعني لابد من توفير الجانب الفني. يعني إعداد المناهج وما يدور حولها، ثم يتطلب ذلك إعداد أو توفير الجوانب البشرية. لابد من إعداد معلمين حتى يغطوا هذه المدارس الكثيرة. يعني لو أعطيتك مثلا ما جاء في أرقام السنة الفائتة في المرحلة الثانوية، هناك تقريبا 5720 معلما في قطاع التعليم الثانوي. ومن بين هؤلاء تقريبا 4800 واثنين كلهم فرانكوفون.
من الخمسة آلاف إذا عفوا قم بطرح الطرح بين هذين على فتجد عدد مدرسي اللغة الفرنسية العربية في المرحلة الثانوية يعني دون الألف مدرس. بسيطين جدا. طيب كيف يغطي هؤلاء الألف كل المدارس التي عددها تقريبا 334 مدرسة ثانوية عامة؟ هذا رقم سد الفائدة يعني. كيف يستطيعون أن يغطوها؟ فلا بد من تأهيل أو تكوين هذا الكادر البشري لتغطية هذه المدارس. يعني هو المطلوب مننا الآن أن نزيد الكم. يعني الكم بسيط جدا الدارسين باللغة العربية في المدرسي المدارس الثانوية. نعم. يعني هو المطلوب كونه إذا طالبت بالثنائية اللغوية فعليك أن تعد الكادر البشري قبل أن تطالب. لابد. نعم جميل. لابد. هل نعم. الشيء الذي أريد أن أضيفه هو أن يعني البنك الإسلامي للتنمية كان يسعى منذ سنين يعني أظن منذ بداية 2002 فإنه كان يعد في دعم الثنائية اللغوية عبر برنامج بايب، والآن طبعا يعني كادوا يدخلون في برنامج جديد يسمى باللغة الفرنسية بروديب، يعني دعم التعليم الثنائي في في في, في دعم تنمية التعليم الثنائي في تشاد. وهذا طبعا المفروض أن تكون هناك مائدة مستديرة في هذا الشهر لكنها عجلت نظرا للأحداث، وصدر أظن مرسوم رئاسي يعني يقضي بتأسيس اللجنة العليا الوزارية العليا المشتركة لدعم الثنائية اللغوية في تشاد، ورئيسها طبعا هو رئيس الوزراء، والوزراء المعنيون بالقطاع التعليمي هم أعضاء في هذه اللجنة العليا. وكل هذا أمر جاء، لكن نحن ننتظر هذه المائدة المستديرة، لأن البنك الدولي هو الذي جاء ليدعم التعليم الثنائي في تشاد، وطبعا هناك طموح ما شاء الله، يعني لو نظرنا إلى البرنامج فهناك أشياء كثيرة يريد البنك الإسلامي للتنمية أن يقوم بها. وننتظر. نعم جميل. هل لديك تعقيب على الكلام الذي سمعته؟ والله تعقيبي أولا فيما يتعلق بالسؤال الأول، موضوع المجلس المجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للجامعات والمعاهد العليا. طبعا المقصود موضوع المجلس الأعلى للتعليم ذكره الأخ الأمين العام لوزارة التعليم، ونحن أيضا نلح على إحداثه لأنه كما ذكر هو مشروع مقترح حتى الآن لم يوقع عليه، وبالتالي فهو في طور الاقتراح. أما ما يتعلق بمجلس الجامعات فهو الباحثون الذين تدارسوا هذا الموضوع في ندوتنا يقصدون بهذا الجانب أن يكون هناك مجلس يعنى بتنظيم المسيرة التعليمية في داخل الجامعات من حيث تقييم الشهادات وترقية الأساتذة ونحو ذلك، لأن نحن دائما في تشاد عندنا مشكلة نواجهها في هذا الجانب، ربطنا بمجلس ما يسمى بالكاميس المجلس الإفريقي الملقاشي هذا، يعني نواجه فيه إشكالية كبيرة بالنسبة لتعديل بالنسبة لمعادلة الشهادات. نعم. بالنسبة لمعادلة الشهادات طبعا هذا حتى إخواننا الفرنكفونين التشاديين يعانون منه بصورة كبيرة جدا، لكن الدارسين باللغة العربية يعانون بصورة أشد، لأن شهاداتهم هذا يقولون لك البحث تترجمه كاملا ثم تأتي بشهادات وتترجم، لأن نحن ما عندنا دارسين باللغة العربية وهكذا، فنعاني في اعتماد الشهادات. ولهذا لو اعتمد مجلس أعلى للجامعات هو يقوم بهذه المعادلة بهذه الجانب المعادلة، بدلا الآن حتى الشهادات الجامعية البسيطة توكل إلى إدارة صغيرة في الجامعة على أساس أنها هي التي تقوم بهذه المعادلات، هذا غير مناسب صراحة. أن جامعة واحدة لا تستطيع أن تقوم بهذا، إنما ينبغي أن يكون هناك مجلس تحت رعاية وزارة التعليم العالي يناقش هذه القضايا ويضع آليات وقوانين ونظم ثابتة لتقييم الشهادات وترقية الأساتذة ومعادلات ونحو ذلك. هذا ما يتعلق بموضوع الجانب
المجلس الجامعي، ونحن بالخصوص هذا حتى رفعنا رسالة لمعالي وزير التعليم العالي عند انعقاد مجلس الدورة السابقة للكاميس هنا، رفعنا أيضا له رسالة بأن لدينا عدد كبير من الدكاترة في هذه البلاد ولا بد من النظر في هذا الجانب. طبعا هناك مرسوم رقم 900 يتعلق بأن المعادلات هذه يمكن أن تكون للكاميس أو مجلس مماثل له. هذا المجلس المماثل له هذا الدستور لم يفعل بطريقة عملية حتى الآن. فما زالت الوزارة وزارة التعليم وأيضا وزارة الوظيفة العامة ترتبط بالكاميس وتعتمد كأنه هو المصدر الوحيد لمعادلة الشهادات العليا. إذا هذا هو المقصود بهذه التوصية. نعم جميل جدا، هذا الكلام يجرنا إلى أن نسأل الأمين العام. الأمين العام بصفتك كأمين عام في وزارة التعليم العالي لديك دراية بنظام الكاميس، هذا النظام الذي تحدث عنه سيادة رئيس الاتحاد. النظام هذا يعاني منه أصحاب الشهادات الخريجين وخاصة في مجال الترجمة، هل لديكم حلول مستقبلية لحل هذه المعضلة التي يعاني منها خريجي الجامعات؟ طيب أساس الكاميس هذا القضية التي يعني يعاني منها إخواننا في أو الدارسين بالعربية، هذه القضية قضية معادلة الشهادات أولا، ثم قضية الاعتماد يعني التسجيل في قائمة الكفاءات لدى الكاميس يعني المجلس الإفريقي والملغاشي للتعليم العالي الكاميس. أولا قضية معادلة الشهادات، هذه قضية معادلة الشهادات هناك نظم مختلفة في العالم، هناك النظام الفرنكوفوني معروف بالليسانس ماتريز ديا ثم بعده الدكتوراه ترازيام سيكل ثم الدكتوراه ديتا معروف بالدكتوراه الدولة. ثم تغير هذا النظام منذ 10 سنين تقريبا فقال إلى ليسانس ديا ثم الدكتوراه النظام الجديد الدكتوراه نوفو ريجيم النظام الجديد. ثم الآن رجع هذا النظام الفرنكوفوني ليصطف مع بقية العالم اللي هو من تأثير العولمة، رجع إلى متابعة النظام الأنجلو ساكسوني الذي لديه البكالوريوس أو الباشلور ثم بعد ذلك الماستر ثم البي اتش دي أو الدكتوريت كذا الدكتوراه. ولكن احتفظ النظام الفرنكوفوني بشيء من ذلك بالليسانس الذي هو بعد دراسة 3 سنوات، ثم بعد ذلك تبنى الماستر وهي دراسة 2 سنين بعد الليسانس، ثم الدكتوراه وهي 3 سنوات بعد الماستر، وهذا ما يسمى لديهم اليوم بالMD ليسانس أي ليسانس ماستر دكتوراه. والقضية كل القضية هي قضية التسجيل في قائمة الكفاءة، لأن معادلة الشهادة أمر قومي، معادلة الشهادة أمر قومي خاص بالدولة. والآن طبعا عندنا جامعة أنجمان هي التي كانت يعني تصادق على الشهادات الأجنبية والداخلية طبعا بطبيعة الحال، ثم كذلك على الشهادات أو على معادلة الشهادات الأجنبية يعني الشهادات التي جاء بها من الخارج. وأحيانا طبعا قد تكون هناك يعني نزاعات وسوء تفاهم بين القائمين بهذا العمل في الجامعة وبين أصحاب هذه الشهادات. ويعني كون أن جامعة أنجمان كانت المؤسسة الوحيدة سابقا يعني قبل قبل 25 عاما كانت هي المؤسسة العليا الوحيدة في تشاد، فذلك الوظيفة وزارة الوظيفة العامة كانت تتعامل مباشرة مع جامعة أنجمان في كل ما يتعلق بالشهادات العليا، كل شهادة جاء بها
الوظيفة العامة ترسل الملف إلى وزارة التربية والعلاج، إلى جامعة أنجمينا للنظر في هذه الشهادة. يعني هو السبب كون جامعة أنجمينا هي التي تترجم الشهادات وتعادلها، السبب في ذلك أنها هي أول جامعة في تشاد، ولذلك تعاملت مع وزارة الوظيفة العامة، وبناء على ذلك حتى اليوم وزارة الوظيفة العامة لا تقبل شهادة في الوظيفة إلا إذا مرت بجامعة أجل. أنجمينا وتم تصديق عليها. أجل. ولكن وزارة التعليم العالي بصفتكم كمسؤول في وزارة التعليم العالي، أليس من الأجدر أن تقوم وزارة التعليم العالي بتعيين قسم لمعادلة الشهادات؟ سؤال وجيه. طبعا اولا احنا يعني شرعنا في نقل يعني المسابقة على الشهادات والمعادلة في الوزارة، لكن طبعا وجدنا بعض النقد، ان خاصة قضية المصادقة وما إلى ذلك ما كانت لتتم في وزارة التعليم العالي، فقررنا أن تكون خارج جامعة أنجمينا لكن في مؤسسة تابعة لوزارة التعليم العالي إن شاء الله، وهذا الأمر سيتم في القريب العاجل. يعني هو مطروح ببساطة. أجل أجل أجل. جميل أجل. جميل. أنتم دارسي اللغة العربية واتحاد دعم الثنائية اللغوية، اتحاد يدعم المؤسسات اللغة العربية، وعلى ذلك هو يطالب بالثنائية اللغوية. فإذا كنتم تطالبون بالثنائية اللغوية، لماذا لم تحثوا مدرسي العربفون أن يتعلموا اللغة الفرنسية حتى يكونوا أقرب إلى زملاء مدارسنا بالفرنسية، بدلا من الهروب من دراسة أو تعليم اللغة الفرنسية؟ هذا سؤال وجيه جدا. نحن في الاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية نعمل في كلا الجانبين. نعمل على تشجيع الدارسين بالعربية أن يتعلموا الفرنسية. جميل. ودارسي الفرنسية أن يتعلموا العربية. ولذلك في الهيكل التنظيمي للاتحاد، يعني في المكتب التنفيذي عندنا أمانة القطاع التعليمي، فيها داخلها مكونة من إدارات، منها إدارة تعليم اللغة العربية وإدارة تعليم اللغة الفرنسية، بمعنى أن دارسي اللغة العربية يتعلمون هذه اللغة، والشق الآخر أيضا يتعلم اللغة التي يجهلها. الجمعيات المشاركة معنا أيضا تعمل في هذا الاتجاه، يعني الآن مثلا من الجمعيات المشاركة الأعضاء في الاتحاد، طبعا الاتحاد هو تكتل لجمعيات، يعني مثلا جمعية ترقية التعليم العربي في الإقليم الجنوبي، هذه الجمعية تأسست في بالا، وأسسها الإخوة الإخوان الدارسين باللغة الفرنسية، وجاءوا انضموا للاتحاد، ونعمل معهم سويا في هذا الاتجاه على أساس تشجيع كوادرهم للانخراط في تعليم اللغة العربية. بنفس القدر نحث الدارسين باللغة العربية على هذا الجانب. ولهذا من الأوراق التي نوقشت في هذه الندوة، ندوتنا خلال الأسبوع الوطني للغة العربية، ندوة ورقة تتعلق بمشروع يعني إنشاء المعهد التشادي للغات، لتعليم اللغات والترجمة. يعني نعتقد أن هذا يعني إذا طبق يمكن أن يكون خطوة متقدمة جدا في حسم مسألة الثنائية اللغوية، بمعنى أن يؤهل الدارسين بكل لغة يتدرب، بأي لغة يتعلم اللغة الأخرى، وفي نفس الوقت يكون عندنا مختصين بالترجمة. هنا الآن أيضا نواجه إشكالية في وجود مترجمين. الآن إذا عقد مؤتمر دولي مثلا يأتي إليه الناس من كل الجهات، كل المؤتمرات في العالم يكون هناك قسم خاص بالترجمة الفورية، لكن نحن نواجه إشكالية في هذا الجانب لقلة المترجمين المتخصصين في هذا الجانب. إذن هذا المعهد يمكن أن يعالج قضية إعداد مترجمين، وفي نفس القدر يكون له دور في تعليم اللغة العربية للدارسين بالفرنسية، وتعليم اللغة الفرنسية بالدارسين اللغة الفرنسية للدارسين العربية. نحن الآن ننادي بالثنائية اللغوية، والأمر جاء من السلطات العليا على أساس أن دولة تشاد دولة ثنائية اللغة، ونصت المادة التاسعة على ذلك، فلماذا لم تنشئ كلية مخصصة تخرج ناس لديهم كفاءة في اللغة الفرنسية واللغة العربية واللغات الأخرى؟ هل فكرتم في ذلك؟ طيب عندنا ما يعرف بالتعليم التقليدي
وطبعا دراسة الأدب واللغة وما إلى ذلك، هذا يعرف بالتعليم التقليدي. إلى جانب التعليم التقليدي فيكون هنالك تعليم مهني، ومنها طبعا تكوين المترجمين وتكوين يعني من دب حول هذا المصانع. فهذا العام بالذات أظن أن تم أو جاءت فكرة إنشاء قسم للترجمة في كلية اللغات والآداب والفنون والاتصال بجامعة إنجمينا بتكرة. طبعا درست هذا أو درس هذا الموضوع حول تأسيس قسم للتكوين المترجمين في جامعة إنجمينا. طيب بعد ذلك طبعا نحن في البداية والمطر قطر ثم ينهمر كما يقول. لا بالنسبة للمخرج هو الآن يشير إلي أن الوقت داحمنا، لكن سوء أجالة أنت قلت في كلمتك الختامية أن هناك في لافتات في الشوارع سواء في العاصمة أو في المدن مكتوبة باللغة العربية ولكن فيها أخطاء فادحة، وهذا ما جاء في جريدة إنجمينا الجديدة. اللافتات موجودة، لافتات كثيرة موجودة في الشوارع مكتوبة باللغة العربية لكن كتابتها خاطئة، لربما كتبها ناس ليست لديهم دراية في اللغة العربية أو ناس درسوا شيئا من اللغة العربية ولم يتقنوه وظنوا أنهم يستطيعون أن يكتبوا لافتات، ولكن قلت الاتحاد سيقوم بمبادرة منه حول تصحيح هذه اللافتات المنتشرة في الشوارع ومكتوبة بلغة عربية خاطئة، كيف تستطيعون أن تصحوا هذه اللافتات؟ هو نحن ذكرت أنه عندنا نوعين من اللافتات، لافتات مكتوبة بلغة واحدة فقط ونقصد نعني بها اللغة الفرنسية، ولافتات بلغتين لكن اللغة العربية فيها مشوهة. فيما يتعلق باللغة بالجانب الأول، نحن قدمنا رسالة حتى لرئاسة الوزراء قلنا أننا مستعدون للتعريب اللافتات في المكاتب الرسمية، بمعنى أن أي مكتب رسمي يتبع لوزارة أو المؤسسة الرسمية نحن مستعدون من جانبنا كعمل تطوعي لدعم الحكومة في تطبيق الثنائية اللغوية نساعد في هذا الجانب بأن يكون له لافتتين، لافتة بالعربية ولافتة بالفرنسية. اللافتة الفرنسية هي موجودة أصلا، فنعمل بجانبها لافتة بالعربية تحدد أن هذا مكتب كذا، مكتب وزارة كذا، مكتب إدارة كذا، ونساعد في هذا الجانب. تطوع منا وكتبنا حتى رسالة إلى معالي رئيس الوزراء بهذا الصدد، وإن شاء الله سيكتمل هذا الموضوع قريبا. أما من ناحية اللافتات المشوهة طبعا هي خطوة نحن نشيد بهذا الجانب أصلا، حتى مع تشويهها نحن نعتقد أن الإنسان طالما أنه بدأ يخطو خطوات لأنه يحس أن الشارع بدأ الشارع يتعامل مع اللغة العربية، فالإنسان الذي هو لا يجيد اللغة العربية لكن مع ذلك يحاول مع صعوبة ويكتب شيء باللغة العربية، مع ذلك هو اعتراف بأهمية اللغة العربية كوسيلة لمخاطبة الرأي العام التشادي. ومثل ما ذكر الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاف فله أجران. إذا نحن نحيي أصحاب هذه المبادرات رغم أنها غير مكتملة، لكن ندعوهم أصلا للبحث عن الناس المجيدين لهذه اللغة ليكتبوها بطريقة سليمة. ونحن من جانبنا لدينا أمانة الترجمة، إذا كان هناك أي مؤسسة تحتاج إلى هذا الجانب نحن نساعدها. جميل جميل. رئيس الاتحاد العام لدعم مؤسسات اللغة العربية يدعو الناس الذين يريدون كتابة اللافتات باللغة العربية أن يذهبوا إلى أهل هذه اللغة حتى تخرج اللافتات سليمة معافة من العيوب. كلمة أخيرة في نصف دقيقة توجه إلى الذين يريدون دعم الثنائية اللغوية. طيب أنا أولا أحيي منظم الأسبوع الوطني لدعم للغة العربية بتشاد، أحيي كل هذا الفريق الذي قام بعمل جليل لبث روح هذه اللغة في كيان كل واحد منا. ثم إنني أدعو كل الناس للاهتمام باللغات، لأن الاهتمام باللغات كنز. الاهتمام باللغات كنز.
هذا شيء مسلم. جميل. أيها السادة المشاهدون، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضية للحوار، وفي ختامها لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي الكريمين وهما الأستاذ عبد الله مصطفى أحمد، كما أشكر ضيفي الثاني الأستاذ حسب الله مهدي فضله، وأشكركم على كرم المشاهدة، وسنلتقي معكم بمشيئة الله في الحلقة المقبلة، وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله ودمتم في رعايته.